السلام عليكم احبابي، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى احوالكم كلها تكون بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم فيديو جديد على القناه، بغيت نشارك معكم طريقه تحضير البغرير المغربي اللي كيجي ناجح 100%. ما عليكم غير ديروا نفس المقادير وتطبقوا الطريقه، فاكيد غادي ينجح معكم. ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. فهنا ندوز مباشرة نتعرفوا على المقادير. بالنسبة للمقادير عندي هنا جوج كيسان ديال السميد اللي يكون رقيق اللي كنديروا به الحرشة، مهم السميدة الرقيقة. عندي جوج ديال الكؤوس اللي غير مملوءة، إلا عندكم كؤوس ديال العنبة فاستعملوها. عندي هنايا ملء كأس ديال الفورس ولا ديال الدقيق الأبيض، نوعية جيدة. عندي هنا ماء دافئ، وعندي هنا الخميرة الحلويات، وعندي هنايا سكر الخشين ملعقة صغيرة، وعندي ملعقة صغيرة ديال الملح اللي كيبقى دائما حسب الذوق، وعندي هنا الخميرة ديال الخبز ملعقة صغيرة اللي غادي نضيفو ليها شوية ديال الماء دافئ ونخليوها تذوب فيه. فهنا كيف كتشوفوا معايا خديت واحد الاناء وغادي نوضع اول حاجه يعني السميد والدقيق الابيض. خديت واحد الصفايه وكنغربل فيها هاد السميد والدقيق. المهم ضروري نديروا هاد العمليه الا كنتم متاكدين ان الدقيق ديالكم غادي يكون فيه واحد الكويرات. المهم كنغربل الدقيق اللي عندي والسميد، وكنضيف عليهم السكر حبيبات والملح. من بعد كنخلط الملح والسكر مع السميد والدقيق اللي عندنا، كنخلطهم مع بعض، وغادي ندوز مباشره باش نضيف الماء. غادي نديروا نفس غنستعملوا نفس الكؤوس اللي حطينا فيهم هكا السميد. بالنسبه للماء خصو ضروري يكون دافئ، ما يكونش سخون وما يكونش بارد. فانا ضفت في الاول 3 ديال الكؤوس ديال الماء، والكاس الرابع عمرته وحطيته جانبا باش نشوف واش غادي نحتاج الكاس الرابع ولا ما غاديش نحتاجه. المهم انا فاش ضفت 3 ديال الكؤوس ديال الماء حركت مزيان الخليط اللي عندنا ديال البغرير، ممكن نخلطوه مزيان مزيان مزيان. وفاش كنخلطو فهنا كيبان لينا واش غادي نحتاجه كميه ديال الماء، يعني غادي نزيدو الماء ولا لا. فانا فاش بقيت كنخلط الخليط ديالي فشفتو غادي كيتقال، فهنا في هاد الاثناء خصني نضيف الماء. فضفت نصف كاس ديال الماء، يعني المجموع هو 3 ديال الكؤوس ونصف ديال الماء. المهم كاين بعض السميد اللي كيتشرب وكاين بعض السميد اللي ما كيتشربش، نتوما عينيكم ميزانكم. الخليط ديالنا ما خصوش يكون ثقيل وما خصوش يكون خفيف، يعني كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. فانا كيف قلت لكم 3 ديال الكؤوس ونصف ديال الماء دافئ اللي استخدمت. المهم كيف كتشوفوا كنستمروا في التحريك جيدا، وكنضيفوا هنايا الخميره اللي ذوبناها في الماء. ممكن يولي الشكل ديالها هكا، كنضيفوها للخليط ديال البغرير ديالنا. ومن بعد كنضيفوا ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات. انا عندي هذه في البواط، الا كانت عندكم صاشيه فكديروا صاشيه وحده ديال خميره الحلويات. ممكن نخلطوا المكونات مع بعض، ومن بعد كندوزوا مباشره من بعد التحريك جيدا، يعني كنحركوا مزيان، ومن بعد كناخذوا كيف كتشوفوا معايا الخلاط الكهربائي. مهم كيكون هكا الخليط ديالنا على هذا الشكل، وكناخذوا الخلاط الكهربائي وغادي نخلطوا فيه البغرير ديالنا. مهم هاد يعني هاد الطريقه فكتجعل ان البغرير يجي ناجح 100%. المهم كنوضع الخليط ديالي في الكاس ديال الخلاط الكهربائي،
وكنطحن الخليط ديالي مزيان، تخليوه يتطحن مزيان حتى كي تشوفوا دار واحد الفقاعات. مهم نتوما غادي تشوفوا، اكيد غادي يبان لكم. خليوه يتطحن مزيان حتى كي تشوفوا داك الفقاعات، وغادي ندوزو مباشره غادي نطيبوه من بعد جوج ثلاثة ديال الدقائق، ما كنخليوهش يختمر نهائيا. مهم جوج ثلاثة دقائق صافي كتبداو، على ما كتسخن لكم المقيله ديالكم كتبداو طيبوه. المهم هنا خديت هذا الاناء وكنوضع فيه الخليط ديالي، صافي كيف كتشوفوا كيولي الشكل ديالو هكا، يعني ماشي ثقيل وماشي خفيف. هذا هو الشكل اللي خصو اللي خصنا نحصلوا عليه، الخليط خصو يكون بهذا الشكل هذا. المهم كيف كتشوفوا ما كتخليوهش كاع يختمر، غير على ما تسخن لكم المقله ديالكم. كنخليو المقله ديالنا تسخن، كنضيفوا ليها الماء بارد، المهم كنكبوا الماء اكيد، وكندوزو نحطوها وندوزو مباشره نحطو البغرير ديالنا. وغادي تشوفوا ما شاء الله ديك الساعه صافي كيبدا يديرنا هاد الفقاعات، لان البغرير المغربي الا ما دارش ليكم ما تقبش ليكم بهذه الطريقه هذه فهو كيكون غير ناجح. وهاد الطريقه اللي شاركت معكم فهي ناجحه 100%، غير تبعوا الطريقه وتبعوا المقادير واكيد غادي ينجح معكم. شوفوا ما شاء الله كيف كيجي، كيجي بحال الشهده ديال العسل متقب كامل، و كيجي اكيد محمر حتى من التحت. ف داك المعلقه ديال السكر اللي كنديرو فكتحمروا لينا، كيجينا محمر كيف كتشوفوا كيجي ما شاء الله غزال. انا غادي نوريكم، شوفوا كيجي محمر حتى من التحت. مهم اللي طابت ليا هذه غادي نهزها وغادي ندوز للثانيه. نفس الطريقه كنديروا المقله ديالنا، كنديروا ليها الماء بارد وكنكبوا، يعني كنكبوا الماء وكنضيفوا الخليط ديالنا. شوفوا ما شاء الله كيجي كيتقب مباشره، غير كتحطوه صافي. والنار بالنسبه للنار فهي كتكون ماشي نار مهيله وماشي نار مرتفعه، يعني متوسطه. مهم ضروري خصها تكون باش يطيب لنا البغرير ديالنا، الا درتو نار مهيله فما كيتثقبش لينا وما كيجيش يعني ما كيصدقش لينا البغرير ديالنا. فالنار كتكون متوسطه وكنطيبو كنحطو هكا البغريرات ديالنا وكنطيبوهم عليها. وخليكم على فيديو حتى الاخير وتشوفوا الشكل ديالو. مهم كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي البغرير اللي عندي. انا صورت معكم حتى ساليت الكميه كامله، فكنتمنى انكم تشوفوا الفيديو حتى الاخير. بالنسبه للمقله فضروري خصها تكون مقله اللي ديال البغرير، اللي غادي تخلي البغرير ديالنا يصدق. الا كانت المقله اللي كنقليو فيها مثلا الماكله ولا هذا فما كيصدقش. ضروري خص تكون المقله اللي غادي تخلي البغرير ديالنا يجينا يعني ينجح لينا. حتى المقله راه عندها دور كبير في نجاح ديال البغرير. فشوفوا ما شاء الله كيف كيجي، كيجي خفيف وكيجي محمر وكيجي غزال الشكل ديالو. المهم كيف كتشوفوا انا المهم دوزت معكم كل شيء مراحل تساليت حتى غنسالي سميتو البغريرات ديالي. المهم كيف كتشوفوا كنحط البغريرات ديالي دغيا دغيا كتثقب ما شاء الله، يعني كيجي غزال. فخليكم على فيديو.
فملي تكونوا كت يعني كطيبوا البغريرات اي بغريره هزيتوها فكتحطوها في منديل نقي، ما كتحطوش وحده فوق وحده نهائيا باش ما يتعجنش ليكم، وغير تبرد صافي كتحطوها هكا في طبيسيل كيف شفتوا انا حطيت، لانه دغيا كيبرد ما كيبقاش زعما سخون، غير نتوما ما تغطيوهش وما يعني ما تحطوش وحده فوق وحده مباشره، ضروري خصكم تخليوه حتى تحطوه في منديل نقي وتخليوه حتى يبرد. مهم هذه اخر بغريره فهذه هي الاخره. كيف شفتوا معايا وريتكم يعني من الاول حتى الاخر البغريرات ديالنا كلهم كيجيو رائعين، ما كتخسر لينا حتى شي وحده، دغيا كيتقبوا كيف شفتوا يعني ما كيعذبوكش نهائيا، وسهل سهل سهل في التحضير، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. المهم هذه اخر بغريره عندي وغادي ندوزو مباشره نشوفوا الشكل النهائي ديال البغريرات ديالنا كاملين. وهكا كيكون الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا ديال اليوم اللي كيجي مذاق رائع، وكيجي كيف شفتوا بحال شهدت العسل متقب غزال ما شاء الله كيجي غزال بزاف. المهم انا درت له العسل، بامكانكم ديروا ليه زيت الزيتون العسل اي حاجه بغيتوا تضيفوا ليه فكيجي رائع. كنتمنى انكم تبعوا الطريقة وديروا نفس المقادير فأكيد أكيد غادي يعجبكم، ما شاء الله كيجي محمر من التحت وكيجي خفيف زوين بزاف بزاف بزاف. ممكن تمنى هاد الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، خليوا ديالي لايك وشي كومنتر زوينة، نتمنى أنكم تجربوه. شكرا على المشاهدة وألقاكم في فيديو الجاي إن شاء الله، مع السلامة.